هبدأ مع حضرتك دكتور طارق. وعلى المستوى السياسي هذه القمة تابعنا طبعا تصريحات السيد الرئيس، شفنا كمان المحادثات الموسعة للرئيس السيسي مع نظيره الصيني، وبرنامج زيارة الرئيس استطلعنا في هذه الزيارة. حضرتك إلى الآن شايف هذه الزيارة ازاي؟ شوفي، طبعا هو عنوان الزيارة يبدو اقتصاديا، في جزء منه يعني تطوير مؤسسات التعاون وطبعا الشراكة الاقتصادية ومذكرات التفاهم والاتفاقات الاقتصادية، لكن أنا أرى ربما المنظور السياسي، فربما أرى أنه السياسة تستبق الاقتصاد في بعض الرسائل. السيد الرئيس اليوم في الأكاديمية الحزب الشيوعي وجه رسائل مهمة جدا في اتجاهات مختلفة، تحدث عن تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، تحدث عن المعطيات اللي مر بها الاقتصاد الوطني، الفرص الواعدة اللي بيطرحها الاقتصاد، وفي جزء مما تحدث فيه السيد الرئيس كانت المحاور السياسية لدور مصر في الإقليم والملفات العربية المفتوحة، سواء الملف السوري، الملف اليمني، ثم الملف الفلسطيني بالترتيب، وخاض في تفاصيل كثيرة، وكأن الرئيس يتحدث مع الجانب الصيني ليؤكد أن الصين أيضا دولة مهمة ليس في نطاقها الإقليمي لكنها كقوة كبيرة على المستوى السياسي. في شواهد كثيرة طوال آخر 4 شهور تشير لك أن كل ما نتحدث فيه في الاقتصاد يمضي بالتزامن مع السياسة، أن الصينيين عينوا مبعوث لعملية السلام في الشرق الأوسط، أن لهم حضور كبير في الملف السوري في الجمعية العامة في الأمم المتحدة، أن ليهم حضور في تسويات في الإقليم تبدو أنها وكأنها على خجل أن الصين تدخل الإقليم بصورة أو بأخرى. القاهرة بالنسبة للصين، يعني انت حضرتك قاعد تسمعي، ربما مصر في حاجه الى الصين وحجم التبادلات التجاريه، لكن الصوره ايضا من الجانب الاخر، الصين في حاجه الى مصر وفي حاجه الى دوله كبيره، يروا ان مصر دوله رئيسيه محوريه في الاقليم، دوله مستقره، ذكر زعماء الشيوعيين امس في الحزب وقادتهم، وطبعا اختيار الاكاديميه يعكس ذكاء مصري شديد، ان انت بتتعاملي مع الاكاديميه التي كل الخبراء والمسؤولين الروس خرجوا من هذه الأكاديمية بالمناسبة على مستوى العالم، بتصنف كبيت خبرة كبير لعد القادة والمسؤولين الصينيين على أعلى مستوى. ففي رسائل وجهت من هذا المنطلق أو المنظور السياسي للزيارة، وبالتالي هم في حاجة إلى دولة كبيرة في الإقليم. مصر مفتاح لإفريقيا، طبعا اللقاء مهم قوي لأنه القضية عنوانها إفريقيا الصين، لكن مفتاح إفريقيا هو مصر. مصر سوق كبيرة، ربما نتفق أو نختلف إنها في أسواق أخرى أيضا منافسة للسوق المصري، لكن في الآخر هم شايفين إنه هذا بلد كبير، في فرص واعدة للاستثمار، لديك قانون استثمار صدر، لائحة تنفيذية، في خطوات جاذبة، اقتصاد واعد، كل المؤشرات بتقول لك إن خلال فترة وجيزة هتبدأ في تداعيات إيجابية هنشعر بها الجميع. مش عايز أذكر التقارير الاقتصادية، يعني الدكاترة هم أقدر مني إن يقولوا في التقارير الاقتصادية في ده، وربما إشادة المسؤولين الصينيين أمس واليوم إشارات ذكية جدا على أن اقتصاد هذا البلد واعد وهيشهد طفرة على المستوى الكبير. فبالتالي والسيد الرئيس أطلعهم أيضا بالضبط، يعني هو كان السيد الرئيس أشار الأوضاع العربية أشار في يعني وموقف مصر منها على اعتبار أنه مصر دولة مهمة في الإقليم، وحدد الموقف تجاه كل دولة. ربما كانت إشارة السيد الرئيس في الكلمة إلى دور مصر الإقليمي مع روسيا، مع اليمن، مع حتى القضايا الإقليمية الأخرى، في إشارات مهمة قوي أن مصر حاضرة بقوة. إذن السياسة في تقديري من منظوري لا تقل أهمية على المنظور الاقتصادي لهذه الزيارة.